مرحبا، موضوعنا اليوم رح يكون عن الأب المسافر وتأثير غيابه على الطفل. كلنا بنعرف أنه الحياة كتير صعبة، أوقات الأهل بيكونوا مضطرين أنهم يغيبوا ويسافروا بسبب ضغوطات العمل وضغوطات الحياة. أثبتت الدراسات النفسية أنه وجود الأب كتير أساسي لنمو الولد وتطوره النفسي والعقلي والعاطفي، أو غيابه ممكن يكون له أثر سلبية على نمو هذا الطفل. بعض النصايح بهذا الموضوع ممكن تكون مفيدة. كتير مهم نعرف أنه كل ولد بيعبر عن انزعاجه بشكل مختلف، ممكن يعبر من خلال سلوكه العدائي، تراجع علاماته بالمدرسة، في ولاد ممكن تبلش تاكل ضفيرة، ممكن تخفف أكله. فهون دور الأم كتير أساسي وكتير مهم، ولازم تلعب دور الحاضنة والمستوعبة لهذا الموضوع. لازم تحسس ولادها بالأمان وتخبرهم عن سبب غياب البي. تجرب تحكي عن النواحي الإيجابية لهذا الغياب، لأنه مثلا فيها تقول لهم أنه هو مضطر يسافر ليشتغل ليأمن لنا حياة سليمة وحياة حلوة. الولد بعمر صغير ممكن يحط الحق على حاله ويلقى اللوم على حاله لغياب البي ويفكر أنه هو عمل شيء غلط عشان هيك البي سافر. فهون دور الأم كتير أساسي لتفسر لهم أنه البي سافر مش لأنه هو ما بحبهم أو لأنه هو ما بده يكون معهم، هو سافر ليشتغل وليأمن لهم حياة منيحة. كتير مهم كمان نحافظ على روتين يومي بالبيت والولاد ما يحسوا انه تغيرت حياتهم من بعد ما البي سافر. هيدا الشيء بحسسهم بالاستقرار وبالامان. جربي قوي الصله بين البي وبين الولاد. صحيح هو ممكن يكون مسافر جسديا، بس نفسيا ممكن يكون دائما متواجد مع اولاده من خلال التواصل معهم بشكل يومي. جربي فوتيه بحياتهم اليوميه وما تبعدي عنه. ممكن يتدخل بعلاماتهم المدرسيه، ممكن يتدخل بعلاقاتهم مع رفقاتهم، بحياتهم اليوميه بالبيت، بعلاقتهم مع إخواتهم. كل ما كان البي قريب من أولاده كل ما كان الولد مرتاح أكتر وكل ما حس بالأمان وبالاستقرار. وجود الصورة الذكرية كتير مهمة بحياة الطفل. ممكن الأم تعود عن وجود البي من خلال وجود الخال أو وجود العم. دايما لازم تطلب المساعدة من قرايبها، لأن صورة البي بتمثل صورة السلطة بالبيت. ممكن هذه الصورة تتعود من خلال وجود الجد أو الخال أو العم مثل ما سبق وذكرت. بس أنا بفضل أكيد أنه البي طول ما كان موجود يضل هو اللي عم يتواصل مع أولاده وعم يحكي معهم. إن كان عندكم حيالة سؤال أو أي شيء حابين تطرحوه، ما تترددوا تبعتوه عبر الكومنت بوكس أو الإنبوكس، وحكون مسرورة أن أجاوبكم. شكراً.